علينا قولي قولي وزير يبكي علينا قولي 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 تنسي قيادي قولي ليان أرضي العثمانية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الدفاع على المدرسة العمومية وعلى حق أبناء الشعب المغربي حقهم المقدس في مدرسة عمومية مجانية للجميع وأيضا من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا الشكل هذا جاء أمام مديرية بن مسيك اليوم تنزيلا للخلاصات المجلس الوطني الأخير، ولكن للأسف أننا تفاجئنا بترسانة قمعية رهيبة أنها كتحاصر هذه الساحة هذه المحادية لمديرية بن مسيك، ولكن احنا صامدين ونازلين بالقوة ديالنا وبالثقل ديالنا من أجل تجسيد البرنامج النضالي ديالنا. هذه 5 سنين هذه وحنا في الميدان منذ 2016 مخطط التعاقد والتنسيقية الوطنية منذ 2018 وهي نازلة في الشارع، قدمت معتقلين، قدمت متابعين اللي باقيين لحد الان، قدمت الشهيد البطل عبد الله حجيلي، وقدمت معطوبين واحد العدد المعطوبين، ولكن احنا مازالين مستمرين في المسلسل النضالي ديالنا من اجل اسقاط هذا المخطط ديال التعاقد المشؤوم. وتحيه لكم. تحيه نضاليه من داخل اطارنا العتيد التنسيقي. تحية نضالية من داخل إطارنا العتيد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. معكم الأستاذة خديجة عبيد عن مديرية مولاي رشيد، أستاذة فرض عليها التعاقد. تأتي هذه الوقفة أمام المديرية الإقليمية لبن مسيك انسجاما مع برنامجنا النضالي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال مجلسها الوطني الأخير المنعقد بمدينة الرباط، والداعي إلى اتخاذ مجموعة من المحطات النضالية سواء إقليمية أو جهوية أو وطنية. نقول أن هذه الوقفة هذه أمام المديرية أتت من أجل الرد على التماطلات التي تنهجها الدولة في حقنا وعدم حلحلة ملفنا وهو ملف التعاقد من خلال إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية. نقول كفانا استنزافا من السرقات الموصوفة، من المحاكمات السورية، من الزحف على حقوق الشغيلة التعليمية، وضروري حلحلة هذا الملف وإيجاد حلول، وأقول حل وحيد وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي الأساتذة المرسلين.